مهم الانتخابات لو هتيجي على دم الشهداء اللي ماتوا يبقى لا، لكن الانتخابات دي كفتره كحاجه ان احنا هنعدي بيها ما عنديش مشكله ان انا هنزل انتخب، بس في اي ظروف مين اللي هيأمن لجان الانتخابات دي؟ الشرطه اللي ضربتنا ولا الجيش اللي حمى الشرطه اللي ضربتنا؟ اه طبعا ان مجلس الشعب اللي جاي ملوش اي سلطه عن ان هو يكيل الحكومه او 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 ان هو ملوش اي سلطه ان هو يحل الحكومه دي، ملوش اي سلطه. فانا لحد دلوقتي مش قادره افهم ايه سلطه مجلس الشعب. المفروض ان هو ممدوح شاهين يخرج يقول لنا والله ايه السلطات الفظيعه اللي هي بتاعت مجلس الوزراء اللي حتى مجلس الشعب مش هيقدر ان هو يحل الحكومه. فمعلش هو المفروض يدينا دروس بقى ايه دور مجلس الشعب اللي جاي، ايه صلاحياته، ليه هنعمل مجلس شعب اساسا؟ كشرف ثوره المفروض مقاطعه الانتخابات. انا شايفاها من وجهه نظري كده، كشرف كان الناس اللي ماتت دي يعني عيون الشباب دي مش ببلاش. هي اهم نقطه في الموضوع زي ما قلنا ان موضوع الاعلان الدستوري اصلا اعلان غير شرعي وما يتبعه قوانين واجراءات من ضمنها قانون المجلس الشعب والشورى والانتخابات، كل ده باطل لان اساسه باطل. احنا قلنا ان المجلس اللي جاي مجلس تشريعي يعني بيشرع، مجلس بيشكل حكومه، مجلس يعتبر بيراقب على العمل او الاداء ويقدر يحاسب ويسحب ثقه ويعين حكومه وكلام زي بقيه الدول المحترمه. بس يجب ان واضح ان احنا على الوضع الحالي مش هنبقى دوله محترمه الا لما الناس ترجع لعقلها تاني، تحب بلدها مش تحب مصلحتها. البلد مش مجموعه كراسي في البرلمان. وعلى فكره انا مؤسس حزب صوار التحرير وقاطعنا الانتخابات، ويوم 11 سبتمبر اللي فات احنا اسقطنا شرعيه على المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لانه المفروض في 27 سبتمبر على كلامه وعلى اعلانه الدستوري حتى المزور اللي هو طلعه المفروض انه كان سلم الحكم في 27/9، لان في 27/3 اكد تماما انه هيسلم الحكم بعد 6 شهور. عدت 6 شهور ولقيناه بيفاجئنا بالمهازل الثانيه انه هيستمر 2013 لو مسكنا المحكمات العسكريه على سبيل المثال، او كميه القتل اللي حصلت في خلال الفتره اللي فاتت في الثوار. الكلام ده ما حصلش في خلال 10 سنين فاتوا، يعني ما توصل اللي تم حكمته عسكريا ل 14,000 واحد، ده ما حصلش. ده في عصر مبارك كله في 30 سنه ما اتحكمش الا 2000 واحد محاكمات عسكريه، اجل 14,000 واحد يتحطوا قدام محاكمات عسكريه في 10 شهور، ده لو كمل سنتين هيعمل فينا ايه؟ هيخلص على البلد خالص. ما هو الوضع كده. لما اشوف اول مره تحصل في تاريخ مصر سواء من ايام الفراعنه لحد دلوقتي ان المواطنين المصريين يدهسوا تحت عجلات المبررات اللي شارينها بفلوسهم. اسمعنا، قانون العزل السياسي صدر لما الثوره الثانيه هامت من اربع ايام ما طبقوش ليه؟ فلول الوطني كلهم 24 حزب كلنا مقاطعين الانتخابات. اولا ما يجيش قبل الانتخابات بيومين ويصدر قرار، بيصدر مرسوم بقانون يقول لك ان التصويت هيكون على يومين اتنين، وتقفل اللجان الساعه 7 وتشمع الصناديق ويعمل بقى محاضر. مين اللي هيقعد جنب الصناديق دي؟ انا حد يضمن ان الصناديق دي ما تتغيرش؟ الجيش وبعدين معز ابراهيم بيتكلم انا سلطه قضائيه، احنا لجنه مستقله، ويرجع يقول انا باخد قراراتي من المجلس العسكري. مفيش صلاحيات، المجلس العسكري بيلعب لعبه دنيئه.